مفروم صلاة واحدة، شالوت وكرفس وجزر. أبيهم أصغر شيء، نفس الشيء على السلري والكرفس. قفص الجزر صغار بعد. لما يصير رجل سخن زيت زيتون وحمس فوق لحم مفروم. لما يصير كذي بني حط الجزر والبصل والسلري، قلبهم معهم مع عود روزماري، نلحم شوي نصب على خلهم. لما مشى نصب فوق الطماط واخليها ساعة تطبخ على نار هادية. بسوي اللزانية بهالجدر النت هذا، حط من صلصة اللحم والطماط أول شيء، فوقها قفشة واحدة بشمل، فوقها لزانية كذي صغيرة، فوقها برمزان ولحم، شوية مزرولة بشمل، باستا ثانية جبنة ريكوتا، لحم وطماط برمزان بشمل مزرولة باستا، وترس الجدر على آخر، أدخلها الفرن بس خل تنزل شوي بعدين أغطيها. تقريبا نص ساعة بالفرن، وايد حلوة. واحدة ثانية خليها تبرد شوي بعد نغرسها، وايد لذيذة، وايد لكن الجدر دايركت.